المهم انه اكو يمكن وفد برلماني لازم يدخل جرف الصخر من بعد حادثه الجثث باسبوع، والى الان اعتقد الموضوع نسي وصار طير كتمان وخلاص. الان ربما راح تظهر لنا بعد نعم جثث بالعلام. نعم نعم اخي الحزيز، هذا الموضوع، هذا اللي هو صرح اول وحده صرح به رئيس مجلس النواب. نعم. فكان هناك عن طريق القنوات في محاط بابل. نعم. فقال احنا راح نرجع من العوائل الى جرف الصخر. وكان العدد اصور 2500 نازح راح يرجعون، واعطاه سقف زمني، معنى انطى 7 ايام. اليوم صار اكثر من شهر اللي هو انطى هذا القرار قبل الفصل التشريعي. زين شلون احنا نتحدث ورئيس برلمان وعلى سلطه تشريعيه في البرلمان ويعطي يعطي يعطي كلام بحيث النازحين ان يرجعون 2500 لجرف؟ اين رجوعهم؟ لحتى هذه اللحظه ما رجعوا. اما من بعض الناس اللي هم كان حديث لهم هذه الجثث ان تكون هناك لجان تحقيقيه، وتعرف اللجان التحقيقيه اليوم تميع لقضيه او ضياع لقضيه، مثل ما حصل تفجيرات حصلت في بغداد وحصلت في المحافظات وشكلت لجان وما طلع من نتيجة. فهاي نفس ما تكون وإنما تميع لقضية أو تروح على حال الكوارث اللي حصلت على العراق.